بالنسبه للعلم ما راهوش محايد يعني حتى تعرف لوس كوسات شوف انا الناس ما يحل بيجي غير سبس الاخرين المرزوق واضحه الحكايه متوسط الزيتون تيانين كلها مرزوق نسمة والتونسي كلها بيجي قيد سبس ثم برشا ثم كيما ثم برشا قنوات عاملين ببليستي اكثر من اللي يعملوا في من اللي يوعيوا في الناس بالعباد هذيك شنو باش تعمل شنو وين باش توصل ببليستي يعني كي يسالوا سؤال يدخلوا في بيان نتاعو واللي يشرح فيه للبارح بركه في نسمة في كي جابوا البيجي قيد سبس فهمتني الاعلام يخدم في خدمته على روحه قايم بواجبه كذا الاحزاب تاكل في بعضها ولادي الناس هز وانفض والله ما عندي حتى فكره مش مواكب الاعلام شي يعمل وما يعملش فين كفاها وفما ناس مختصين يعرفوا الاعلام يعني محايد ولا مش محايد ما عندي حتى فكره بتبيعها فما احزاب ماهيش محايده ما. لا مش محايده شو نقول فيها تخوف بالنسبه لي انا فيها تخوف وربي يستر من هالبلاد بالنسبه للعلاج كل تلفزه شنو اللي تحكي اما تبقينا ما عنديش وزن في هذا ما عنديش وزن سو ما يحل حزب معين حسب ما شفت انا ما يحل حزب معين انا ما عنديش حزب معين معناها جيت انتخبت انا واحد مقتنع به اما باركونتر معناها تشوف الاعلام كل ما احنا تشوف انا اللي بيبليسيتي اللي عاملينها جيست على حزب معين ما عندهمش معناها مصداقيه في وش انا ربي جرى اصلح الاعلام فيه وعليه راه مش كله محايد ومكثر مش محايد فما شيرة شق اكثر من شق يعني شق راه انا يعني محاسب تعرف معروف برشا بالطبيعة صح يأثر وربي يهدينا على بعضنا كده ما ثبتش حق عربي أنا ما عنديش فكرة كن نقعد نعز عليه شنو يعمل والله يظل مع ناس كيف كيف بكثري أنا نرى أن الإعلام في تونس يعني يخدم في أحزاب ما هوش يخدم الشعب أنا ديجا الناس كل تعرف يعني القناة هذيك وهذيك فاش كنت تخدم والقناة هذيك وهذيك فاش كنت تخدم وفما أصل شبهات في بعض المناشطين إنهم يخدموا لمصالح سياسية هذا الشراب اللي فيه العلم حاجة واضحة ويعني ومن كلتا يعني ثم دو بوا في 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 تونس في الأحزاب فما علم خدم البوا هذا ثم علم خدم البوا الآخر بالنسبة لي أنا ما كانش محايد كان مأثر برشا على الرأي العام مش خلاه ظهره كان زوز أسامي وزوز أسامي هم اللي ديما حاضرين بريس كل يوم في كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية دونك ما نجوش نقولوا الإعلام ما كانش عنده دور في التأثير على نتائج الانتخابات ولا رأي شخصي طبعا الإعلام كان نوفمبري طبعا اش معناها كي نقولوا نوفمبري معناها بن علي انحاز للحزب الناس كل تعرفه اللي هو تجمع في شكل ثاني كوني دي تونس وحب يوصل للي يحب عليه طبعا لان يعني نحن توينسا نتاثروا برشا بالاعلام ونشوفوا نجموا معناها نتاثروا بكلام الاعلام دونك هم وصلوا ونظفوا الصوره نتاع نداء تونس اللي هي ما يختلفش فيها حتى زوز النمومه 80% نتاعو تجمع ووصلوا انه هو الحزب اللي باش ينقذ تونس وباش يرجعها تونس الامن والامان كما كان شعارها معناها قبل ما نقولش كانت محايد مش محايدة بالضبط خاطر فما يمكن مدعمين جماعة أخرين أكثر من كيما مثلا مدعمين البيجي والمرزوقي يمكن وقت الانتخابات اللي فاتت أكثر من حمل همامي ونجيب الشابي أصل شوية الإعلام كله من حاز كسوسوا هذوما ولا هذوما نحكي على الزوز اللي يشجع قلوا إسلاميين ولا حاجة منحاز والآخر الآخر مش منحاز مش نرمال معنا بالعمل نحسوا احنا الشعب في ويد وهم يخرفوا بحكاية أخرى فهمت هم بحكاية معنا انت ديجاك تشوف الفيسبوك والدنيا ذاك الشعب عالم والتلفزة عالم رجعني كما عهد قبل التلفزة فهمت معنا كنت فرضوا نبدو نرحكوا قلوا مش احنا هذوما فهمت يعني نرمال مو في بيني على حسب قاعد الرام وحاجة
نورمالمون على حسب ما ريت انا ريت وعطيت كل واحد حقه، فماش واحد ما عاش انا، واحد مخبي واحد ظاهر، كلهم كيف كيف ما حسب ما ريت في التلفزيون عاش، اذا فما حاجه اخرى ما عاش. دقيقة فما معناها بعض القنوات اللي هما معناها ما فماش فيهم معناها محايدة 100%، فما تحس فما شوية توجيه، تحس وكأني فما أجون دورة. بون نبداو باري تحب معناتها بالأسامي ولا سي با لابان؟ أنا مثلا نشوف أنه التونسية مثلا كي نتفرج أنا في البرامج الكل بون نوتامون مثلا البرنامج نتاع لي كل الناس، معناها ساعة يجيبك في لي زانفيتي فيكس نتاعو تحس ما كلي داخلين باللي زيتيكات نتاع ليكزومبل مثلا نتاع مية القصوري ولا لطفي العماري، معناها ظاهرين كلي تحس انديبوندامون. نورمالمون انا كصحافي يلزمني نكون شويه بروفيسيونيل، انا نقدم المعلومه كما هي للمواطن والمواطن له الحق باش يقول هذا صحيح ولا هذا غلط، ما نمشيش انا نحط ونعمل له اورينتاسيون نقول له هاو هذا صحيح ولا هذا الغلط، مش من مهني. يظهر لي الناس الكل تكلموا، الناس الكل عبروا على مقصودهم، فماش يظهر لي هكا، وربي يستر حتى للاخر. احنا هذاك اللي طلبي حتى للاخر نكملوا هكا، واللي باش يصير الناس الكل يقبلوه.